ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في السفارة الأردنية بواشنطن مجموعة من الطلبة الأردنيين في الجامعات الأمريكية، وعبر سمو الأمير خلال اللقاء عن اعتزازه وفخره بالطلبة وبالجهود التي يبذلونها من أجل تحقيق أعلى مراتب العلمية ونيل المعرفة واكتساب المهارات بما ينعكس على أدائهم بعد التخرج، مشددا على ضرورة وتمكين الشباب وتحفيزهم لإطلاق طاقاتهم لتنعكس على خدمة الوطن ومؤسساته.